بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، يقول الله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن العالم اليوم يشهد تغييرات كثيرة، وإننا ننظر اليوم إلى من حولنا فنرى بعض الأمور التي نستنكرها لم نكن نراها من قبل، بل القارئ منا والمتصفح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس اليوم يرتقبون نهاية التاريخ وتوقف الزمان ونهاية هذا العالم. بل لم يجتمع المسلمون والنصارى واليهود على شيء مثل ما اجتمعوا اليوم على أن الساعة قد اقتربت، وأن العالم سينتهي، وأن التاريخ يوشك على أن يتوقف. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لقد اقتربت الساعة منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، واقتربت الدنيا على نهايتها. بعث الله عز وجل إلى هذه الأرض أنبياء ومرسلين بالألوف، من آدم عليه السلام أول نبي، ونوح عليه الصلاة والسلام أول رسول، وجعل آخر الأنبياء والمرسلين الذي به يختم وتختم الأمم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فنحن جئنا أصلا في نهاية الدنيا وفي نهاية الزمان، ومضى على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1400 عام. ماذا نقول نحن في هذه الأيام؟ اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. من يرى الناس اليوم، وسوف أذكر لكم في حديثي هذا بعض العلامات التي تدل على أن الساعة قد أوشكت على القيام، على أن التاريخ قد أوشك على الانتهاء، على أن الزمن قد أوشك على أن يقف. سوف أذكر لكم علامات وعلامات، وأدعو بعضها اختصارا من وقتي، ولكن العجيب ليس هذا، لكن العجيب حال الناس اليوم. قال الشاعر: إلى الله تب قبل انقضى زمن العمر، أخي ولا تأمن مساورة الدهر، لقد حدثتك الحادثات نزولها، أخي ولا تأمن مساورة الدهر، تنوح وتبكي للأحبة إن مضوا، ونفسك لا تبكي وأنت على الأثر. اعلم يا عبد الله أن الدنيا قد اقتربت على زوالها وعلى نهايتها. ماذا فعلت وماذا قدمت؟ سوف أذكر لك علامات، إياك أن تمرن عليك هذه العلامات هكذا كأنك لا تسمع شيئا وكأنك لا تنتبه لها. هذه العلامات التي سوف أذكرها هذه الساعة، اعلم يا عبد الله أنها خرجت من نبي صادق صدوق قال الله عز وجل فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واعلم يا عبد الله أننا ربما ندرك العلامات الكبرى، لأن هناك علامات للساعة الصغرى وهناك علامات كبرى هي في نهاية العالم وفي الزمن وفي اللحظات الأخيرة سوف تكون العلامات الكبرى، ولكن ربما نراها وربما لا نراها. لكنك يا عبد الله إن مات الإنسان فقد قامت قيامته. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. تعرف يا عبد الله لما أقول لك علامات الساعة، علامات الطامة الكبرى، علامات وقوع الصاخة والقارعة، علامات يوم الحسرة يا عبد الله، يوم مقداره 50,000 سنة، علامات يوم التغابن،
علامات يوم القارعة، يوم الصاخ الطام الواقعة الحاقة، كل هذه الأسماء التي سمعتها وسمعت أوصافها، يوم تتشقق فيه السماء وتزلزل فيه الأرض وتدك فيه الجبال وتحترق فيه البحار، هذه علاماتها يا عبد الله. لا تظن أن الأمر هين وأن القضية سهلة وأننا سنموت وينتهي الأمر، يا ليت الأمر يقف عند موتنا. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان، يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. ها هي الدنيا قد أدبرت، وها هي أيامها الأخيرة، وها نحن نعيش الآن في الزمن الأخير ندرك فيه العلامات الكبرى وأشراط الساعة الكبرى. واعلم يا أخي المستمع الكريم أنني أحدثك من هذا المكان محذرا ومنذرا، لأن هناك بعض العلامات إذا وقعت لا تنفع معها توبة مهما صنعت. هناك بعض علامات الساعة إذا وقعت، والله والله لو بكيت دما، والله لو ظللت طوال يومك وليلتك تبكي وتتوب وتستغفر وتخر راكعا وساجدا لله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يقبل توبة تائب إذا جاءت هذه العلامات. يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لهذا وأنت تسمعني أذكرك بهذه العلامات، أنا أرجو يا عبد الله أن تنتبه، كل علامة قربتنا أكثر وكل حادثة سوف أذكرها قربتنا أكثر إلى هذا اليوم العظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث كما قال أنا والساعة كهاتين بين السبابة والوسطى أشار، وقال بعثت في نسم الساعة، أول الريح قبل أن تأتي الريح يأتي نسيم، يأتي هبوب خفيف قبل أن تأتي الريح، هذا النسم وهذا النسيم هذا بداية الريح، كأنه بداية الساعة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. بل أخبر بعض الصحابة إذا حصلت أمور ستة إذا وقعت فاعددها ثم انتظر الساعة، اعدد ستا بين يدي الساعة، منها قال موتي، موت النبي عليه الصلاة والسلام الذي به أظلمت المدينة، الذي به أنكر الناس قلوبهم، الذي بعده صار الناس كالشات في ليلة مطيرة، الذي به ضج الناس حزنوا وبكت المدينة، وأعظم مصيبة مرت على وجه الأرض هي موته عليه الصلاة والسلام. أفإن مات أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم يا عبد الله، مات النبي عليه الصلاة والسلام لكنه بلغ وأدى الأمانة وبلغ الرسالة، ما ترك لنا من خير إلا أمرنا به ولا شر إلا ونهانا عنه عليه الصلاة والسلام. وخبر الصحابة عن الست التي تقع قبل قيام الساعة، فتح بيت المقدس، وفتح في عهد عمر بن الخطاب، وانظروا كم بيننا وبين عهد عمر. وأخبر عن الطاعون الموتان الذي أخذ الناس، ومات كثير من الصحابة في ذلك الطاعون، أخبر به عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن هذا علامة من علامات قرب الساعة، وأخبر أنه ستكون هناك فتن. ألا ترون الفتن يا عباد الله؟
ألا تخرجون إلى الشوارع؟ ألا تقرؤون الجرائد؟ ألا تسمعون الأخبار؟ فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا في الصباح كانت عقيدته سليمة وكان مؤمنا ولأه لله ولرسول الله وللمؤمنين، لكنه يمسي كافرا، صار ولأه لغير الله، صار حبه لغير المؤمنين، صارت عقيدته غير الإسلام، ويمسي كافرا. ألا ترونهم وتسمعون بهم؟ ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه كلها علامة من علامات انتهاء هذه الدنيا وخرابها وزوالها ونهايتها، وعلامة نهاية التاريخ. قام النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام من نومه فزعا فقال: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، عارية يوم القيامة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الفتن كما أخبر النبي سوف تأتي فتن يرقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة أنستنا ما قبلها. فتن المسلمون في الأندلس، قتل المسلمون في الأندلس على أيدي الصليبيين الحاقدين، ضاعت حضارة بأكملها، أصبنا بحزن وبغم وهم شديدين. ثم مرت السنون تجيء فتنة أخرى فتنسينا ما قبلها، حتى في هذا الزمن، في الزمن المعاصر المتلاحق المتسارع، وتذكروا هذه الفتن. أتذكرون حرب الشيوعيين الملحدين لإخوان المسلمين في أفغانستان؟ كم قتلوا، كم سفكوا من الدماء، كم جرحوا، كم اغتصبوا، كم سلبوا من الأموال، وهب المسلمون لنجدتهم، لم تكن مصيبة مثلها. لكنها تمر الأيام وننسى، نسينا بحادثة أفغانستان ما قبلها من احتلال المسجد الأقصى وقتل المسلمين في فلسطين وحرق المسجد الأقصى. مصيبتنا أن الفتنة ترقق ما قبلها وتنسينا ما قبلها، بل ما بعد أفغانستان. أتذكرون يوم ذبح وقتل المسلمون في البوسنة، وذبح الناس كالشياح جثثا متناثرة في كالأشلاء المتناثرة في الشوارع والطرقات، سالت الدماء من الأطفال والنساء، اغتصبت الفتيات على أيدي الصليبيين الحاقدين. ولكننا نسينا، سرعان ما ننسى. جاءت الشيشان وكل الدول والشعوب والجمهوريات استقلوا عن الدولة الماركسية الشيوعية الحاقدة، ولما أراد المسلمون هذا قتلوا، سفكت دماؤهم، اغتصبت نساؤهم، تيتم أطفالهم، إلى اليوم يسامون الهوان. لكن ربما معتصماهم طلقت من أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. وبعد الشيشان هكذا ننسى الحروب واحدة بعد الأخرى، ننسى مآسينا مأساة بعد أخرى. جاءت أفغانستان لتسام الهوان مرة أخرى، فسفكت فيها الدماء قرية بأجمعها، 300 طفل وامرأة وشيخ ورجل قتلوا بلحظة واحدة، صواريخ لا تبقي ولا تذر، فإذا بها تحرق الناس في بيوتهم وتقتلهم في منازلهم وتهدم البيوت والمساجد على رؤوس أهلها. مسلمون يصلون التراويح تنزل الصواريخ على رؤوسهم فتجعلهم رمادا يبابا. لكننا سرعان ما نسينا، فتن كقطع الليل المظلم. وها نحن الآن نرى الإخوان، إخواننا المسلمين في العراق، بين طفل وامرأة وشيخ ينامون تحت الأرض في الخنادق، ولكنه قبرهم احترق الأطفال، قطعت الجثث، شوه الناس، أحرقت المصاحف، هدمت المساجد.
فتن يرقق بعضها بعضا، حتى أخبر النبي سوف يأتي يوم يكثر فيه الهرج عن القتل، فلا يعرف القاتل لما قتل ولا يعرف المقتول لما قتل، حتى أن الرجل يمر على القبر فيتمرغ فيه فيقول يا ليتني كنت مكانك، يا ليتني كنت مكانك. ماذا نفعل إذن؟ يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الفتن، قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. استعد يا عبد الله، فالهرج كثير والقتل كثير والفتن عظيمة، يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، للصابر على دينه أجر 50 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من العبادة، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الذكر، من طلب العلم، من الدعوة إلى الله. وأخبر النبي أن هذه الفتن، وهو في المدينة، أخبر أن هذه الفتن ستكون من قبل المشرق. أيضا من العلامات التي تدل على أن الساعة قد اقتربت، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستخرج نار، نار عظيمة في الحجاز. هذه النار لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، قال: تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، يعني أهل الشام، شوف تخيل الآن في الشام يرون هذه النار وهي تخرج في الحجاز عند المدينة، وهذه أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. هل هذا حصل أم أنه سيحصل؟ هل سننتظر هذا اليوم أم أنه قد أتى في القرن السابع الهجري؟ قبل تقريبا يا عبد الله أكثر من 700 عام خرجت هذه النار ووقعت، وكان بعض أهل العلم قد عاصر هذه الأيام، خرجت نار عند المدينة وسبقت هذه النار زلازل ارتجفت فيها الأرض والناس يخافون ما هذا الزلزال، وخرجت أصوات لا يعرف الناس ما سببها، ينظرون إلى السماء والأرض ترجف تحتهم، أيام قيل 6-7 أيام والأرض تتزلزل من تحتهم، ثم فجأة فإذا النار تخرج عندهم في الحجاز وهم في المدينة يرونها، والنار بالقرب من المدينة تخرج من الأرض ثم ترتفع ثم تسير في الأرض كالأنهار، نار وحمم وجحيم، تخرج النار من الأرض، والناس يتذكرون هذا الحديث وعلموا أن الساعة قد اقتربت، فذهب بعض أهل العلم إلى الأمراء وإلى الحاكم ينصحونه في الله ويذكرونه ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، فإذا بالناس يبكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجمع الأولاد والنساء والشيوخ والرجال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الأمراء والحكام حتى الأغنياء، كل الناس قد تجمعوا في مسجد النبي بين تائب وعابد ومصل وخاشع وذاكر وباك وساجد، أرجعوا للناس مظالمهم، تحللوا من المظالم، أرجعوا للناس حقوقهم، تابوا إلى الله جل وعلا، حتى أن أحد العلماء كتب شعرا يصف تلك الحال عند المسلمين، يقول: يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، لقد أحاطت بنا يا رب بأساء، نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها، حملا ونحن بها حقا أحقاء، زلازل تخشع الصم الصلاب لها، وكيف يقوى على الزلزال شماء، أقام سبعا يرج الأرض فانصدعت، عن منظر منه عين الشمس عشواء، بحر من النار تجري فوقه سفن، من الهضاب لها في الأرض أرساء، كأنما فوقه الأجبال طافية، موج عليه لفرط البهج وعثاء، ترمي لها شررا كالقصر طائشة، كأنها ديمة تنصب هطلاء، تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت،
رعبا وترعد مثل السعف أضواء لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. حصل هذا يا عبد الله قبل أكثر من 700 عام. ماذا ستصنع الآن؟ ماذا ستفعل الآن يا عبد الله وأنت تسمعني وأنت الآن ترى أن العلامات كثير منها قد ظهر وكثير منها قد انقضى؟ يا عبد الله إن كنت قد فرطت في الصلاة فاستعد من الآن واجتهد من الآن. إن كنت قد هجرت القرآن فابدأ بتلاوته فإن الساعة قد اقتربت. إن كنت لازلت تصر على بعض الذنوب والمعاصي نصيحتي لله إي وربي أنصحك لله جل وعلا من الآن تب منها. تذكر ذنوبك، تذكر بعض المعاصي، تذكر يا عبد الله بعض الآثام التي تصر عليها، وقل لنفسك ماذا تنتظرين وماذا ترقبين؟ هل تنتظرين أن تقوم الساعة على رأسك لتتوبي؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ألا ترى ما حولك من علامات الساعة يا عبد الله؟ ضياع الأمانة، يأتي على الناس سنون خداعة. والله أنا أجزم وأنا على يقين أن هذا الزمن هو الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لا؟ والخداع نراه حولنا في كل مكان. الكاذب صار صادق والصادق صار كاذب. انظروا في الإعلام، بدأنا لا نثق بأحد من الناس، يصورون لك صورا وهي كاذبة، وترى بأم عينيك رجلا هو كاذب، لم يكن هذا هو الرجل. سبحان ربي، يأتي على الناس سنون خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيه الخائن. ألا ترى يا عبد الله ما الذي يحصل اليوم؟ كل ما تراه من حولك كثير منه علامات وأمارات وأشراط على أن الساعة قد آذنت بالقدوم، على أن هذه الدنيا قد أوشكت على الزوال. أخبر النبي أنه سيظهر مدعون النبوة 30 واحد كلهم يزعم أنه رسول الله، وظهر منهم كثيرون. شوف هذه الأمة بعد أن دخلت في الدين أفواجا أفواجا، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الساعة لن تقوم حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. لحق كثير من هذه الأمة، بل ومن العرب، بل ومن أهل الجزيرة العربية مهبط الوحي، لحق كثير منهم بالمشركين وانتسبوا إلى الشيوعية واعتنقوا الليبرالية، وإذا بهم يدعون إلى العلمانية، لحقوا بالمشركين. بل عبد كثير منهم الأوثان وعبدوا الأصنام وعبدوا القبور وعبدوا الأحجار وعبدوا الخيوط. وصدق النبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل حدد النبي عليه الصلاة والسلام، شوف التفصيل، حدد أنكم سوف تتبعون اليهود والنصارى وتحذون حذوهم وتقتدون بهم. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة: اليهود والنصارى؟ يعني حنا نتبع اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني من غيرهم آخر الزمان، تتبعونهم وتحذون حذوهم وتقتدون بهم وتتمسكون بهديهم. وحصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر أنه سوف يأتي يوم يقبض فيه العلم. كيف يقبض طبعا العلم؟ يقبض العلم يقبض العلماء، بل سوف ينتشر الجهل بين الناس، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، قال: أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وأخبر أن الأمر سوف يزداد، ويدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
أيها الإخوة الكرام، ويدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا يعني ما خلاص الناس ما يعرفوا شيء، لا يعرفوا شيء لا عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن الصدقات. قال ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. لا إله إلا الله يا عبد الله، أدرك أمرك يا عبد الله، تدارك الأمر، عليك بالقراءة، عليك مدارسة لكتاب الله جل وعلا الذي يثبت أهل الإيمان. سوف يأتي يوم يقبض الكتاب، هذا الكتاب من الأرض، بل سوف يأتي على الناس يوم، سوف يأتي على الناس يوم يا عبد الله لا يعرفون حتى كلمة الله، بل بعضهم يقول لا إله إلا الله لا يعرفون معناها. يقول كنا نسمع آباءنا، أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله، ما يعرفون حتى معناها. وصار في الأرض اليوم بعض القبائل التي تنتسب للإسلام ما تعرف من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله، لا يعرفون حتى معناها ولا شروطها ولا مقصدها. يا عبد الله ماذا تنتظر؟ يا عبد الله ماذا ستفعل الآن؟ وقد علمت أن العلامات التي أخبر بها النبي أكثرها قد ظهر، بل أنا أظن أن العلامات الصغرى كلها تقريبا ظهرت، وربما البقية الباقية النادرة لن تظهر إلا مع الكبرى، والعلم عند الله جل وعلا. هل تطمع بعد هذا في الحياة؟ إن كنت تطمع في الحياة فهاتي، كم من أب صار في الأموات، ما أقرب الشيء الجديد من البلا يوما وأسرع كلما هو آتي. الليل يعمل والنهار ونحن عم ما يعملان بأغفل الغفلات. يا ذا الذي اتخذ الزمان مطية وخط الزمان كثيرة العثرات، ماذا تقول وليس عندك حجة لو قد أتاك منغصا للذات. سوف يأتي على الناس زمان تكثر فيه الشرط، العساكر الذين هم يخدمون الظالمين، جيوش وشرط وعساكر يكونون أعوانا للطغاة وللظالمين، بل أخبر النبي أن معهم سياط كأذناب البقر. طبعا هذا الذي أقول لك الآن وتسمعني يا عبد الله هذا وقع قبل قرون، قد وقع قبل قرون كثيرة، وأخبر بذلك العلماء أنه جاء شرط لأعوان للظالمين والطغاة وكان معهم سياط يضربون بها الناس. قال عليه الصلاة والسلام، قال سيكون في آخر الزمان شرطة، شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم. هؤلاء صنف منهم يمسكون هذه الأصوات، ولكن ربما اليوم أعوان الظالمين والطغاة الآن يحملون السلاح، الآن يحملون المدرعات، يركبون المدرعات، الآن ربما عندهم بعض الدروع وعندهم العصي وعندهم ما يكهرب الناس وعندهم الأسلحة وعندهم القنابل المسيلة للدموع وعندهم. إياك أن تكون من بطانتهم إن كانوا مع الظالمين، إن كانوا مع الطغاة. يا عبد الله صنفان من أهل النار لم أرهما، منهم رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها عباد الله. من علامات الساعة التي إن وقعت يا عبد الله وخاصة إن وقعت في بلاد المسلمين فاعلم أن الأمر قد اقترب. أتعرف ما هو؟ انتشار الزنا. هل يوجد في بلاد المسلمين اليوم زنا؟ هل انتشر الزنا؟ أنا أخبرك من على هذا المنبر أن في بعض بلاد المسلمين الزنا يصرح له بالأوراق الرسمية، مصرح له بالقانون، فلانة وظيفتها زانية مومس عاهرة، وبيوت يحفظها ويمنع الناس عنها القانون يحميها، بيوت خصصت للزنا، بل الربا انتشر في كل مكان. بل هل سمعت يا عبد الله هذا كله من علامات الساعة؟ ليس فقط الربا، الربا صار اليوم يعني الذي لم يعني يصيبه من غباره، الذي لم يأكل الربا يعني حقيقة أصابه شيء من غباره، بل يأتي على الناس زمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. يا شيخ كل الناس يأكلون الربا، يعني بس أنا؟ كل الناس مثلي. وبدأ الربا ينتشر في أفضل البلاد، وجد الربا وانتشر الربا، بل على بنيانهم السماء يحاربون به دين الله عز وجل. بل الزنا يأتي على الناس زنا، أيام الزنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط، يعني يفترشها في الطريق يزني بها أمام الناس، وأفضل الناس من يقول له
يعني اختبئ وراء هذا الحائط وازني بها، لا تزني بها أمام الناس، مع أن الرب جل وعلا يقول ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بل يروى في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتؤخذن المرأة فليبقرن بطنها، اسمع الحديث وانتبه، قال فليبقرن بطنها يعني بطنها يشق، ثم ليؤخذن ما في الرحم فلينبذن يعني يخرج الجنين ويرمى من بطنها. ليش؟ مخافة الولد، تجهد المرأة إجهاض، يؤخذ يشق البطن سواء من قبل الرحم أو غيره، ثم يخرج الولد فيرمى. قال سفئتي هذا اليوم الذي تجهض فيه المرأة طفلها وابنها وولدها، تلقيه وترميه وربما تقتله وتدفره، لما؟ قال مخافة الولد، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل سمعت في بلاد المسلمين أغاني معازف موسيقى؟ أنا أقول بدأنا نسمع هذا حتى في المساجد، وأصبحت الجوالات اليوم تدخل الموسيقى والمعازف حتى في الحرم. هل سمعت في بلاد المسلمين بمغنيات؟ أنا أقول أن المغنيات وصلنا إلى كل بيت اليوم إلا ما ندر، بشاشات التلفاز وصلنا إلى جميع البيوت، إلى غرف النوم، على صفحات الجرائد والمجلات وفي الطرقات، بل صارت المغنيات اليوم لهن الأموال والكرامة والشرف والعز والرفعة للمغنيات الساقطات. يقول عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان، يعني آخر شيء قبل أن تقوم الساعة، خسف وقذف ومسخ. قالوا متى يا رسول الله، متى هذا يكون؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل شرب الخمر في بلاد المسلمين؟ فكر وابحث في من حولك، ليس الخمر فقط، بل الآن بدأت المخدرات تنتشر حتى في جزيرة العرب. هذه الأمور يا عبد الله اعلم أنها من الخبث الذي يؤذن بزوال الأرض ونهايته وإهلاك الناس ولو كان فيهم صالحون. الساعة قد اقتربت، ماذا أنت صانع؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله يقول الساعة قريبة والناس يظنونها بعيدة. هل فكرت؟ هل استعد الواحد منا؟ هل تجهز لهذا اليوم؟ يا أخي كلما قرأت لك علامة من علامات آخر الزمان نجدها وقعت، ولأستمر معك إذا كنت لم تقتنع أن الساعة قد أوشكت وأننا ربما نرى نهاية الدنيا ونهاية التاريخ، فاسمع إلى ما سأقول لك. حتى المساجد لم تسلم، الناس بدأوا يزخرفون المساجد ويباهي بعضهم بعضا بالمساجد، وكل منهم يجمل مسجده بالزخرفة والألوان والبنيان. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. تطاول الناس بالبنيان، بيوتهم تطاولوا في البنيان وزخرفوا البنيان، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. وجاء في بعض الروايات يعني معاني بعض الأحاديث أنها تكون كالثياب المنقوشة. ألا ترى البيوت؟ إي والله كألوان الثياب، صفراء وحمراء وخضراء وزرقاء، بل صارت البيوت الآن ألوانها جميلة وزخرفتها بديعة. كل هذا علامة من علامات الساعة، كثرة الهرج، كثرة القتل. ألا ترى اليوم هذه الأسلحة التي ألقيت على المسلمين في كل مكان، أسلحة فتاكة بدقائق معدودة تقتل مئات الألوف من البشر. هذا كله يا عبد الله علامة على نهاية التاريخ وعلى زوال هذه الدنيا. ألا ترى ما الذي يحصل؟ السنة كأنها شهر. ألا تذكر العام الماضي؟ كأننا اليوم من العام الماضي إلى اليوم كأنه شهر واحد. سبحان ربي كم مضى من رمضان إلى اليوم كأنه بالأمس. ما الذي يحصل؟ يبدأ الشهر فينتهي كأنه أسبوع. اليوم ما أنت تستيقظ في الصباح إلا ويحل عليك الليل وينتهي اليوم. ما الذي يحدث؟ إنها نهاية الدنيا، يتقارب الزمان فتصبح السنة كالشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم واليوم كالساعة والساعة كحرق السعفة. فاستعد يا عبد الله. ومن علاماتها قبل أن تقوم الساعة تتقارب الأسواق. اليوم تستطيع وأنت في بيتك من خلال جهاز الكمبيوتر
أن تشتري وتبيع في العالم كله وأنت جالس في بيتك، صار العالم كأنه سوق واحد. الفحش والقطيعة وحقوق الوالدين وسوء الجوار، كل هذا من علامات الساعة. أن يتشبب المشيخة، الشيوخ وكبار السن، كل منهم الآن يريد أن يرجع إلى الصبا، يريد أن يرجع للشباب. وحمى، حمى الرجوع إلى الشباب انتشر بين الرجال والشيوخ وكبار السن، بل صار الناس يبحثون عن صبغ اللحى بالسواد وبقائها بالسواد، بل حلقوا اللحى وصارت اللحية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كحواصل الحمام. هذا في آخر الزمان يكون. ما معنى حواصل الحمام؟ هذه اللحية البسيطة التي تكون تحت الفم، يحلق العارضان ولا يبقى إلا شيء يسير تحت الشفتين، هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع. يذهب الخشوع آخر الزمان ويكثر موت الفجع. أتسمع بموت الفجع؟ فلان وهو جالس مات، فلان وهو يلعب سقط ومات، فلان فحصه الطبيب فقال أنت سليم 100%، ذهب إلى بيته فمات. سبحان ربي، الموت كثر، موت الفجأة قد انتشر، صار الناس يموتون بلا سبب. احتار الأطباء، احتار العلماء، يقولون ماذا وكيف مات؟ لا ندري له سببا، ما نعرف كيف مات، ما الذي يجري، ما الذي يحدث؟ عبد الله انتبه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كثر الموت يا عبد الله وقل التائبون وقل النادمون. كن يا عبد الله مستعدا، فإننا نعيش في زمان الأموات يموتون بلا سبب وبلا مقدمات. من علامات قرب الساعة ونهاية الدنيا كثرة الزلازل. نعم، الزلازل تكثر، وما نراه اليوم نسمعه زلزال كل فترة وكل زمن، نسمع ونقرأ عن زلزال، هذا كلها علامات على قرب الساعة. بل سيقع بين يدي الساعة مسخ وقذف وخسف، وقال أهل العلم أن هذا قد وقع، وقع في كثير من البلاد خسف في الأرض، وربما القذف ما نراه اليوم، وربما يكون المسخ معنويا أو حقيقيا. ثم أعلم يا عبد الله، كلما اقتربت الساعة كلما قبض الله عز وجل الصالحين، يقبض الله العلماء ويقبض الله الدعاء ويقبض الله الصالحين، حتى تبقى حثاله وتبقى فيها عجاجه لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، بل يبدأ من يتكلم في الناس ومن يقود الناس ومن يسير أمور الناس ومن ينطق فيهم الرويبضة. الرويبضة، قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل السفيه، الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة، رجل تافه، رجل سفيه يقود الناس ويتكلم في أمورهم وفي شؤونهم. يأتي على الناس زمان لا يسلم الرجل إلا على المعرفة، يسلم على من يعرف، أما الذين لا يعرفهم لا يسلم عليهم. شرص يا عبد الله أن تسلم على من عرفت، ومن لم تعرف أن يظهر في الناس، أن يظهر في الناس الكاسيات العاريات. وهل هذا وقع؟ هل وقع في بلاد إسلامية متبرجات؟ هل خرجنا النساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت؟ فكر في هذا يا عبد الله، وكن صادقا مع نفسك، واعلم أن الله جل وعلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض هذه العلامات لينتبه الناس وليحذروا من هذه الأمور. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في آخر الزمان، يعني في آخر أمتي، رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، يعني هناك يركبون على أشياء دواب تشبه دوابنا لكن ليست مثل دوابنا، ليست إبلا، ليست خيولا، ليست يعني بغالا، ليست يعني هناك يركبون على رحال لكن تشبه رحالنا، على المياثر، يعني يركبون على أشياء كأنها منازل، كأنها بيوت. ألا يوحي لك هذا بشيء يا عبد الله؟ وأخبر النبي أنه لتتركن القلاص،
في آخر الزمان هذه الإبل والدواب يتركها الناس، طبعا يتركونها لأي شيء يا عبد الله. قال وينزلون هؤلاء الرجال على أبواب المساجد، يعني يدخلون المسجد، قال نساؤهم كاسيات عاريات، نساؤهم كاسيات عاريات. عبد الله انتبه، فنحن في آخر الزمان. عبد الله تجهز، فنحن نوشك أن نرى قيام الساعة. عبد الله استعد وتب إلى الله جل وعلا. لا تكاد رؤيا المؤمن في آخر الزمان تكذب، رؤيا المؤمن في آخر الزمان تصدق، وبين يدي الساعة ظهور القلم، كل الناس يكتبون، بل الطباعة قد انتشرت، والناس تكتب الشيء الآن في بلدك وينتشر في الأرض جميعا. وفي آخر الزمان يا عبد الله تكثر النساء ويقل الرجال، وذلك بسبب الحروب كما قالوا، وسبب القتل وسفك الدماء وقتل الرجال، فيكثر النساء حتى يبقى للخمسين امرأة القيم الواحد. حذيفة رضي الله عنه كان بظهر الكوفة، كان يمشي بالكوفة ومعه رجل، فالتفت إلى جانب الفرات، كان حذيفة عند الفرات، فقال لصاحبه كيف أنتم يوم تراهم يخرجون، يوم تراهم يخرجون أو يخرجون منها، أي يخرجون من هذه الأرض، أهل العراق يخرجون من العراق أو يخرجون منها، يجبرون على الخروج منها، لا يذوقون منها قطرة، لا يستطيعون حتى الشرب من هذه الماء، من هذا الماء، من هذه النهر. فقال الرجل وتظن ذلك يا أبا عبد الله، تظن هذا سيحصل؟ قال ما أظنه، لكنني أعلمه، أي سوف يأتي هذا اليوم وسوف تحاصر هذه البلاد، بل سوف تقذف من السماء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مدينة تسمى البصرة، وما أدرى النبي عن البصرة، أخبر أنه سوف يكون في آخر الزمان سيكون فيها خسف وقذف، سوف ترمى من السماء. بأي شيء ستقذف؟ العلم عند الله، ولا أظنك يا عبد الله غافلا عما يحصل. تقول لي بعد هذا لما الناس لا ينتبهون، لما الناس لا يستعدون؟ غفلة، وأية غفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سمعت بالأخبار ورأيت برنامجا أن نهر الفرات الناس بدأوا يبحثون فيه عن الذهب، وبدأوا يجدون فيه ذهبا كثيرا، ينتشر في الذهب في نهر الفرات اليوم، وأنا أحدثك في هذه الساعة، نحن الآن في عام 1424 للهجرة، أتكلم معك بأن الناس بدأوا يجدون ذهبا في نهر الفرات، وقرأنا تقارير كثيرة أن الفرات بدأ يتناقص وبدأ يقل. اسمع للحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب. لا إله إلا الله. عبد الله انتبه، فنحن ربما نرى علامات الساعة الكبرى. إذا كان النبي يحذر أصحابه من رؤية الدجال وقال إذا رأيتم الدجال فافعلوا كذا وكذا، ماذا نقول نحن اليوم بعد أكثر من 1400 عام؟ ستعود أرض العرب مروجا وأنهارا، سوف يخرج في هذه الجزيرة كنز، كنز يخرج من هذه الأرض، ولا أظن العالم اليوم إلا يتصارع على كنزنا وعلى خيراتنا. قال عليه الصلاة والسلام أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. ما الذي كان في أرض المدينة؟ ما الذي كان يتكلم عنه النبي في هذه الأرض العربية وفي هذه الجزيرة المباركة في مهبط الوحي؟ ماذا كان يقصد النبي مما خزن في الأرض وفي باطنها؟ عبد الله أظنك الآن تعلم، وقد رأيت هذا بأم عينيك، العالم كله يتقاتل على خزائن أرضنا وعلى كنوزنا. يقول عليه الصلاة والسلام قال لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. أخي الكريم اسمع لهذا الحديث، هل حصل؟ أولا قبل أن أذكر لك هذا الحديث، هل رأيت في مكة المكرمة بعض الأنفاق؟ هل رأيت في مكة أنفاقا حفرت؟ بل هل رأيت في مكة عمارات شاهقة وبنيان عالي
حتى بدأ يعلو رؤوس الجبال. هل حصل هذا؟ هل رأيت هذا؟ إن حصل فاعلم أن الساعة قد أوشكت. اسمع للحديث، حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، ولا أظنه يذكره إلا أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لأحد أصحابه، يقول إذا رأيت مكة قد بعجت كظائم، يعني حفرت فيها قنوات، وما أدرى عبد الله بن عمر بهذا. قال ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك، أي اعلم أن الساعة قد اقتربت. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عبد الله سوف تخرج معادن مختلفة، معدن منها قريب من الحجاز، قريب من أرض الحجاز، أرض يخرج منها معدن ربما يكون ذهبا ربما يكون غيره. قال يأتيه من شرار الناس، يقال له فرعون، رجل يكون على هذه الأرض يسمى فرعون. قال فبينما هم يعملون فيه إذ حسر عن الذهب فأعجبهم معتمله إذ خسف به وبهم. إن سمعت بهذا فاعلم يا عبد الله أن الساعة لم يبق عليها شيء، وأننا على أبواب الساعة، علامات الساعة الكبرى. نعم أخي الكريم، أخي المستمع، أنا أقول لك هذا الكلام لتتشبث بدينك، لأن النبي يقول آخر الزمان فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. قال ليخرجن الدجال عات فيكم يمينا وعات شمالا. يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فأولهن نقضى الحكم، الحكم بما أنزل الله. قال وآخرهن نقضى الصلاة، لأن الصلاة إذا تركت لم يبق من دين الناس شيئا، لم يبق من دين الناس شيئا. إذن ماذا ننتظر؟ نحن كما ذكرت لك يا عبد الله لم يبق من العلامات الصغرى إلا النادر، وهذا النادر ربما لن يكون إلا مع العلامات الكبرى كهدم الكعبة وكخروج الريح وكغيرها من العلامات. لن تكون هذه ربما إلا مع العلامات الكبرى، بل نجزم بهذا سوف تكون هناك حروب وملاحم وقتال شديد، ويكثر الروم ويتقاتل المسلمون معهم ثم يغدرون، وبعد أن يغدروا يا عبد الله تكون هناك فتن وملاحم بين المسلمين وبين النصارى الصليبيين الحاقدين، ملاحم ينتشر فيه الجهاد في سبيل الله، وسوف يكون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه سيموت في آخر الزمان. يكون هناك اختلاف عند موت خليفة، يموت حاكم من الحكام، خليفة من الخلفاء يموت، فيحصل بين الناس اختلاف وتناحر ونزاع، فيخرج رجل من أهل المدينة. قال يخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة. انتبه وضع عينيك على هذا الرجل وتتبع أخباره. قال فيأتيه ناس، يأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كارح، يدفعونه دفعا وهو لا يرضى. الناس يعرفونه، أهل العلم الدعاء الصالحون أهل الدين يعرفون أن هذا الرجل هو المقصود وهو المعني وهو الذي سيبدأ به الرب جل وعلا علامات الساعة الكبرى، فيخرجونه وهو كارح، أي يدفعونه للبيعة. قم يا رجل، قم بايع الأمة، الأمة تحتاج إلى القائد، الأمة تحتاج إلى من يقودها للجهاد في سبيل الله. النصارى يقتلون، اليهود يسفكون، قم يا رجل، والمسلمون مختلفون على الكنوز وعلى الثروات وعلى الأموال. قال فيبايعونه بين الركن والمقام، بين الركن الحجر والمقام، ثم يبعث إليه بعث من الشام، جيش يخرج إليه ليقاتله، فيخسف بهم
بالبيداء بين مكة والمدينة. إذا سمعت بهذا، جيش خسف به بين مكة والمدينة، ورجل يبايع الناس عند الكعبة، فأسرع يا عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق، يعني مشرق المدينة، فيبايعونه، ويأتي من قبل المشرق قوم معهم رايات سود يخرجون ليقاتلون في سبيل الله. يخرج إليه أهل مصر وأهل الشام وأهل العراق وأهل اليمن، والمسلمون المجاهدون المخلصون الصادقون يخرجون من الدنيا بأجمعها، كلهم يلبون لبيك اللهم لبيك، يخرجون يريدون الجهاد في سبيل الله. وبهذا تبدأ علامات الساعة الكبرى. أخي الكريم، ما الذي سيحصل بعد أن يخرج هذا الرجل الذي هو من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، من آل بيته، اسمه كاسمه، أي اسمه محمد، واسم أبيه كاسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى سيخرج وأين سيخرج وماذا يحصل إذا خرج هذا الرجل؟ موعدنا في الدرس المقبل إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وصل الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكرنا في المحاضرة الماضية بعضا من علامات الساعة الصغرى وشيئا من أشراطها، وذكرنا في المحاضرة السابقة أن هذا كله دليل على أن العالم سينتهي وأن الساعة ستقوم، أما وقتها فالعلم فيه عند الله جل وعلا، لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وذكرنا بما لا يدع مجالا للشك على أن الساعة قريبة، ودللنا بعلامات كثيرة وقعت، وتركنا بعضها اختصارا للوقت. وهذه العلامات التي ذكرناها هي العلامات الصغرى، أما الكبرى فلم يقع منها شيء حتى الآن. فإذا بدأت العلامات الكبرى، العلامة الأولى إذا بدأت توالت ما بعدها، كالمسبحة إذا انقطعت توالت خرزاتها. وقد تأتي بعض العلامات الكبرى فينقطع باب التوبة، وتنتهي التوبة إلى الله جل وعلا، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يا عباد الله، انتبهوا واستعدوا. ولم نذكر هذه العلامات من باب العبث أو زيادة المعلومات أو ذكر بعض الأمور من باب التسلية أو غيرها، لكننا ذكرنا هذه الأمور يستعد العبد، فإن الناس في غفلة، وكلما ازداد ومر الزمان فإن الغفلة تزداد، وإن الجهل يكثر والعلم يقل، حتى يأتي على الناس زمان كما ذكرنا لكم، يأتي على الناس زمان يرفع فيه القرآن وترفع فيه المصاحف، ولا يقرأ في الأرض القرآن ولا تجد حتى آية تقرأها، بل يأتي على الناس زمان لا يقال في الأرض الله الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار، مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فمن رضي بهذه الدنيا ولم يستعد للقاء الله عز وجل فهو والعياذ بالله من الغافلين الذين توعدهم الرب جل وعلا بالنار. نحن الآن لازلنا نعيش في علامات الساعة الصغرى التي كلما مر زمان كلما اقتربنا فيه من اليوم الآخر. وهذه العلامات التي ظهرت ما ذكرناها في المحاضرة الماضية دليل على خراب هذا العالم، مثل الميت. أرأيتم يا عباد الله الميت الذي يحتضر، تمر فيه علامات، ربما يصاب ببعض الأمراض، ربما تتوقف بعض أجهزته، ربما تتغير بعض قوانين جسمه، ربما تختل بعض أعضائه، يختل
هذا أكبر دليل على أن هذا الرجل بدأ يحتضر، وهكذا العالم اليوم يحتضر، والدنيا قد آذنت بزوال، والعالم سوف يخرب، والتاريخ سوف ينتهي. ونحن في شرعنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العلامات ليستعد العبد وليتجهز للقاء الله عز وجل. قال الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سوف تكون هناك حروب قبل بداية العلامات الكبرى، وهذه نهاية الدنيا حقيقة. قبل أن تبدأ العلامات الكبرى ستكون هناك حروب وفتن وملاحم، ملاحم كبرى. وسوف يقف المؤمنون أولا بينهم وبين النصارى، بين بني الأصفر، تكون هناك معاهدة وهدنة، ويقاتلون هم مع النصارى مع الروم عدوا من ورائهم. ولم يسم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العدو. هل سيكون هذا العدو هم الشيوعيون، هم الهندوس، هم الصينيون، هم الملحدون، هم؟ الله أعلم من العدو الذي سوف نقاتل مع الروم هذا العدو. ثم بعد أن ينهزم هذا العدو يغدر النصارى، وهذه عادتهم وهذه طريقتهم. فإذا غدروا يكون بين المسلمين وبين النصارى مقتلح وملحمة كبيرة. يأتي النصارى بجيش يقرب من المليون، جيش يقول عليه الصلاة والسلام: يأتونكم تحت 80 غاية، يعني مثل الراية، ربما تكون 80 دولة، 80 سرية، الله أعلم، 80 راية. قال: تحت كل غاية، يعني كل راية 12,000، ولو حسبتهم سوف يكون ما يقارب المليون. إذن نهاية العالم قتال في سبيل الله وجهاد لنصرة الإسلام والدين. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فأولئك الذين يزعمون أن الجهاد قد انتهى، وأن الإسلام ليس فيه جهاد، وأن القتال والجهاد هذا مما مضى عليه وعفى عليه الدهر، وأن الإسلام يجب أن نعيش بسلام مع الحضارات ومع الأديان كلها، نقول لهم: هم مساكين، هم يخالفون سنن الله الكونية والشرعية، وهم ربما ما قرأوا هذه الأحاديث. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من نفاق. فيبدأ القتال وتبدأ المعركة. وكما ذكرنا لكم في المحاضرة الماضية أن في هذه الأزمنة وفي ذلك الوقت يظهر رجل اسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه كاسم أبي النبي عليه الصلاة، يعني اسمه محمد بن عبد الله. وهذا الرجل فاطمة يعني ابن علي، فهو حسني فاطمي علوي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وليس كل من ادعى أنه هو المهدي في هذا الزمن نصدقه ونتبعه، لا، له علامات. وأخبر النبي أنه يخرج في زمن ملئ ظلما وجورا، ظلم ينتشر في الأرض. أسألكم بالله يا من تسمعوني الآن، هل الأرض اليوم ملئت عدلا، ملئت قسطا، أم ملئت ظلما وجورا؟ والله نحن ربما نكون في هذا الزمن، والعلم عند الله جل وعلا، وربما والعلم عند الله، ربما يكون الدجال الآن موجود، ربما يكون المهدي مولود، ربما هذه الأمور مجهزة. لا تقول يا شيخ أنت تبالغ، أنا أقول لك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ظن أن ابن صياد هو الدجال في زمنه. أخبر الصحابة: إن يعش، يعني إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني ربما يخرج الدجال وأنا حي. إذن ماذا نقول اليوم؟ وربما تكون علامات الساعة الكبرى الآن ليس يعني بيننا وبينه إلا قاب قوسين أو أدنى، والعلم عند الله عز وجل وحده. يخرج هذا الرجل المهدي ويبدأ الناس يبايعونه، وكما ذكرت لكم يخرج على إثر موت خليفة، ويختلف على الحكم وعلى الملك 3 كلهم أبناء خليفة، ويبدأ الناس يختلفون. فيخرج هذا الرجل وهو المهدي: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وهذا الرجل أجلى، يعني ينحسر شعره عن مقدم رأسه، شكله إذا أردت تعرف شكل المهدي يعني شعره ارتفع عن رأسه قليلا، وأقنى يعني حدودب أنفه،
يعيش هذا الرجل في الأرض 7 أو 8 سنين وأكثر في عهده الخير ويتوافد الناس إليه. الآن الناس المسلمون في العالم يبحثون عن الجهاد في سبيل الله ويتمنون القتال في سبيل الله، لكن ينتظرون قائدا يقودهم. نحن لا نقول ننتظر المهدي، ولكن نقول في زمن المهدي الناس يقدمون من الأرض كلها يريدون الجهاد في سبيل الله فيتوافدون إليه يبايعونه على القتال، فهو الرجل الذي يقود الناس يقاتل النصارى فيصير قتال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تقاتلون الروم قتالا شديدا يوم لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. يقاتل الناس ويجتمع الروم يعني في الشام، يجمع النصارى جيشهم في الشام ليقاتلوا أهل الإسلام. يقول وتكون عند ذلك القتال ردة شديدة، يعني الناس يكونون في ذلك اليوم في اسقاطين، إما في اسقاط إيمان لا نفاق فيه، أو في اسقاط نفاق لا إيمان فيه. يعني حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سمى تلك الفتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لقمته لطمح. فإذا قيل انقضت تمادت، يعني الناس تقول خلاص انتهت الحروب وانتهت الفتنة، كلما قالوا هذا ازدادت الفتنة واشتد القتال. ونسأل الله العافية في ذلك الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. في ذلك اليوم لا يتخلف عن الجهاد إلا معذور، يعني أعمى أو أعرج أو مريض أو غيره، أو يكون من أهل النفاق والعياذ بالله. والمسلمون يقاتلون حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، يعني بين المسلمين والروم والنصارى، وهؤلاء كلهم غير غالب، يعني يصير قتال شديد وما أحد يغلب، ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم هكذا، كلما يصير قتالا شديدا. يقول حتى إذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، يعني أهل الإسلام ينهدون كل ما عندهم يخرجونه. يقول فيجعل الله الدبرة عليهم، يعني يهزم أهل الروم والنصارى، يتقدم المسلمون، وربما يكون في ذلك اليوم في ذلك الزمان تفتح القسطنطينية اسطنبول مرة ثانية، ثم يتقدم أهل الإسلام ويدخلون إلى أوروبا. الله أكبر، في ذلك الزمان تتقدم الجيوش الإسلامية فتفتح أوروبا وتتقدم وتتقدم حتى يصلون إلى إيطاليا. تعرفون ما إيطاليا؟ يعني هو مقر الفاتيكان، يعني مقر النصارى، علماؤهم أحبارهم رهبانهم، يعني رؤساؤهم في إيطاليا اليوم روما، ويفتحها المسلمون. الله أكبر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يتقدم المسلمون يدخلون إلى أوروبا في ذلك الوقت. ربما الشيطان الآن خاف ويخاف أن أوروبا كلها تفتح والناس يدخلون في دين الله، فيصرخ فيهم يصرخ فيهم أن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم. تخيل المنظر، المقاتلون خرجوا للجهاد في سبيل الله، تركوا من؟ تركوا نساءهم، تركوا أطفالهم، تركوا أهاليهم، والضعفاء والمساكين هم الذين بقوا في بلادهم، والشيطان يصرخ أن الدجال قد خرج. خرج الدجال وزوجتك في بيتها، أولادك لوحدهم، أطفالك هم الذين بقوا. طبعا الآن سرايا المسلمين وطلائعهم توقفت، الدجال خرج، الآن وقت كل واحد يذهب إلى بيته. هذه أعظم فتنة على وجه الأرض الآن خرجت. الآن هذه الفتنة التي أخبر بها النبي من سمع بها فلينأ عنها يهرب. الآن الواحد خايف على أهله وعلى أولاده وعلى بيته، فيرسل المسلمون قليعة تتأكد من الخبر هل صحيح أن الدجال خرج أو لم يخرج، فيبعثون 10 فوارس طليعة، يعني يتأكدون من الخبر. يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. الله أكبر، هم خير الناس في ذلك الزمان، يسرعون. الشيطان ذكر هذا ليوقف الجهاد ويوقف الفتوحات، ولكن لما يرجع المسلمون إلى الشام ويتأكدون من الخبر فإذا بالدجال يخرج في ذلك الزمان، يخرج من غضبة يغضبها، يغضب الدجال
كيف تفتح البلاد وكيف يقبل الناس على الدين وكيف ينتشر الجهاد في سبيل الله، فيغضب الدجال غضبة فيخرج والعياذ بالله أعظم فتنة على وجه الأرض. إنه من؟ إنه الدجال. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. من الذي سيثبت؟ يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إنه من ابن آدم يدعي أولا النبوة، ثم تظهر على يديه كرامات، ثم ينتشر صيته في الأرض، ثم يدعي أنه هو الرب والعياذ بالله. رجل قصير أفحج متباعد الفخذين، جعد كثير الشعر، أعور، رجل أعور، وإن ربكم ليس بأعور. لا ولد له ولا ذرية له، له جسم، رجل جسيم، أجل الجبهة، أجل الجبهة أي واسع الجبهة، عريض النحر، يخرج من بلدة تسمى أصبهان، يخرج معه 70,000 من اليهود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه نحو المشرق. لما جاءه تميم الداري وأخبر أنه رآه في جزيرة من الجزر في بحر من البحار، قال النبي أولا إنه من قبل اليمن، ثم قال لا لا، إنه من قبل الشام، ثم قال لا، ثم قال ألا إنه نحو المشرق، ألا إنه في بحر العراق. وأنا أسألك وفكر، أين يقع بحر العراق؟ العراق والمقصود به مشرق المدينة، وأي بحر يكون في مشرق المدينة؟ لا يخرج الدجال، تعرف متى يخرج الدجال؟ يخرج الدجال والناس في ذهول عن ذكره، الناس ليسوا يعني في خبر الدجال ولا يتذكرون الدجال، ونسوا قضية الدجال وفتنة الدجال حتى يترك ذكره على المنابر، نسأل الله العافية. وذلك في الفتنة التي ذكرناها، فتنة الدهيماء، والناس في فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط نفاق، والجهاد قائم والناس يقاتلون في سبيل الله. يقول النبي في ذلك اليوم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. تظنون الدجال القضية سهلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، قال من سمع به فلينأ عنه، ليهرب من الدجال ولا يواجهه، يزعم أنه قوي الإيمان وأن عنده علم وأن يعرف أن هذه فتنة لن يستطيع عليه. لا يا عبد الله، إن سمعت به في بلد خذ أهلك وخذ أولادك، أهرب إلى أي بلد تريد واهرب من الدجال. والمصيبة الكبرى أنه يسير في الأرض كلها 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، ولا يدع أرضا في الأرض إلا وطئها، إلا مكة والمدينة، وقيل وجاء في الحديث المسجد الأقصى ومسجد الطور لا يستطيع أن يدخلها. يسير في الأرض معه فتن لا يعلم بها إلا الله عز وجل، من خوف الناس في ذلك الزمان وخوف أهل الإيمان، يفرون من الدجال إلى الجبال. اهرب يا عبد الله إلى الجبال وادخل في شعابها، خذ أهلك. الناس في ذلك الزمان، الرجل يربط أهله، امرأته، زوجته، يربط نساءه في سارية في بيته، يخاف، يخاف أن يتبع أهله الدجال. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. تقول يعني أم شريك، تقول يا رسول الله فأين العرب يومئذ، يعني أين المقاتلون، أين المجاهدون، أين أهل الإيمان؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام هم يومئذ قليل، هم يومئذ قليل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، نسأل الله لا يفتننا فتنة الدجال. يقول النبي من سمع به في أرض فلينأ عنه. طيب لو لا قدر الله واجهني الدجال، لو رأيته، لو جاء إلي وإذا بي أجده أمامي، ماذا أصنع، ماذا أفعل؟ أثبت يا عبد الله، الدجال خارج فيكم، اسمع للحديث، الدجال خارج فيكم. طبعا أول ما يظهر أمره خل بين الشام والعراق، في طريق بين الشام والعراق ينتشر صيته، وربما تسمع في الأخبار وتتناقل الصحف، وربما تنتشر الأخبار بين الناس، الدجال خرج، الدجال خرج. طيب لو واجهته ماذا أصنع، ماذا أفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام فعاث يمينا
وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا، اثبت على الإيمان. الله عز وجل تعرف صفاته يا عبد الله، والدجال أعور، علم أولادك من الآن، أخبرهم صفات الدجال، وأخبرهم أنه سوف يظهر، وليست هناك فتنة في الأرض كفتنته. فإذا واجهته استعذ بالله من الشيطان، ثم ابدأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. اقرأ أنت وأولادك وأهلك سورة الكهف، اقرأ أوائلها، اقرأ أواخرها، واستشعر الآيات وأنت تقرأها، فإن الله سيعصمك منه يا عبد الله. ثم علم أن الدجال عنده فتن، لا تقل سوف أذهب لواجهه وأتصدى له، يا عبد الله عنده فتن عظيمة. من فتنته، انظر لبعض فتنه، من فتنه والعياذ بالله أن من آمن به رزقوا بالخيرات والثمار وأمطرت السماء، طيب هذه فتنة. ومن كفر به، من كفر به أجدبت أرضهم وأمسكت السماء وأصيبوا بالفقر والجوع والعطش. طبعا الناس تتداول هذه الأخبار، تقول الناس من آمن بالدجال رزق بالخيرات ومن كفر به حرم من هذه الخيرات. اليوم فتنة الناس ما هي؟ فتنة الناس في الدنيا يريدون فقط الخيرات والأموال والثمرات، لا يفكرون بالإيمان بالله عز وجل أو بغيره، كيف بأيام الدجال، نسأل الله العافية. هذه فتنة. عنده فتنة أخرى يا عبد الله، عنده جنة ونار، ناره جنة وجنته نار. الآن تسمع كلامي وربما يعني تقول لا أنا أعرف إن شاء الله جنة نار ونار جنة، لكن لو رأيت أمام عينيك النار بيده نهر من نار، ماذا ستفعل يا عبد الله؟ نار تلظى، جحيم يا عبد الله. من كفر به ألقاه بالنار، ومن آمن به دخل هذه الجنة. ماذا ستصنع يا عبد الله لو رأيت هذه الفتنة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني من رأى هذا قال فليأتي ناره، هذه النار، قال وليغمض، يعني أغمض عينيك يا عبد الله لأنك ما راح تتحمل، وليغمض ثم ليطأطئ رأسه ثم ليشرب منه ماء باردا. الله أكبر، من يستطيع أن يتحمل هذا؟ من يستطيع يا عبد الله أن يثبت في ذلك الموقف إلا من ثبته الله جل وعلا. استعين بالله، اصبر يا عبد الله، اثبتي يا أمة الله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بل عنده فتنة ثالثة، عنده فتن كثيرة، من فتنه والعياذ بالله أنه يأتي إلى الإنسان فيقول له تؤمن بي؟ يقول له لا أنا لا أؤمن بك أنت الدجال. فيقول له أرأيت إن أحييت أمك وأباك، إن أحييت أمك وأحييت أباك. طبعا الدجال ليس لوحده، معه عشرات الألوف، جيوش تسير معه، وهو يسير كالغيث إذا استدبرته الريح، كالسحاب والريح ترسلها، ويسير في الأرض كلها، ليس أرضا إلا يعطأها. الأمر عظيم والفتنة كبيرة. يقول للرجل أرأيت إن أحييت أباك وأمك أتؤمن بي؟ فيقف الرجل، هل صحيح يستطيع أن يحيي أبي الذي يعني مات منذ سنين طويلة، وأم التي ماتت منذ سنوات طويلة؟ فجأة تخرج أمه من قبرها ويخرج أبوه من قبره، فتقول له أمه ويقول له أبوه يا بني قد رأينا ما لم ترى، اعبده فإنه ربك. نسأل الله العافية. شيطانان يتمثلان بصورة أمه وأبيه، فيقولان للرجل يا بني أطعه فإنه ربك، تدارك نفسك يا بني. يا عباد الله فاثبتوا، فتنة في الأرض لا تمر على الأرض مثل هذه الفتنة. والناس يتحصنون بالجبال، تقول لي أين المجاهدون؟ لمن لا يقاتلونه؟ تقول لي أين المؤمنون المرابطون؟ أين هم؟ إما متحصنون بالجبال، أو اختبأوا في بيوتهم، أو تحصنوا بمكة أو بالمدينة. بل يذهب الدجال يريد أن يدخل المدينة والعياذ بالله، يريد أن يدخلها لكنه لا يستطيع، فيقف عند جبل من جبالها وشعب من شعابها، فيرى المسجد النبوي. اسمع لي هذا الكلام، اليوم المسجد النبوي بني يا عبد الله
إذا رأيته من بعيد فإنه أبيض، أليس كذلك؟ أبيض، صور من بعيد بصور كثيرة. ثم إذا رأيت منظره اليوم والله كأنه قصر من القصور. اليوم المسجد النبوي من رأى التوسعة الجديدة يراه بأنه قصر أبيض. هذا الوصف هو الذي سوف يذكره الدجال، يقول لأصحابه وجنوده: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا يريد أن يدخل المدينة ما يستطيع، تستقبله الملائكة بالسيوف تمنعه. يخرج شاب من أهل المدينة من خير الناس فيقول للناس: هذا هو الدجال الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي إليه فيضربه بالسيف جزلتين، يقطعه نصفين، فيمشي الدجال بين هذين النصفين، ثم يقول له: قم. فيقوم مرة أخرى، طبعا هذا كله بإذن الله عز وجل، يرى الناس، يختبر الناس. فيقول له الدجال: أتؤمن بي الآن؟ فيقول: لا والله، أنت الدجال، ما ازددت بك إلا بصيرة، أنت الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. فيريد الدجال أن يقتله مرة أخرى، فلا يسلط عليه، لا يستطيع. ويسير الدجال في الأرض ويفتن الناس، ويقتل من يقتل، ويحرق من يحرق، ويفتن من يفتن، والناس معه جيوش. يعني تخيل الأرض في ذلك الزمان، هل يهنأ الناس بعيش؟ هل الناس في ذلك الزمان يبحثون عن أموال أو عن تجارات؟ لا والله، إما مؤمن يحفظ إيمانه، وإما كافر قد انغمس في كفره، ليس بين هذا وذاك شيء. فيتبع الناس إلى فلسطين، يريد أن يقاتلهم، يريد أن يقتلهم، فيتحصن الناس في بيت المقدس، يتحصن المؤمنون ويحصرهم في بيت المقدس، فيزلزلون زلزالا شديدا. الآن يريد أن يدخل بيت المقدس ما يستطيع، والناس قد زلزلوا وخافوا وارتجفوا، يعني ماذا يفعلون وماذا يصنعون؟ واليهود قد تجمعوا مع الدجال في فلسطين يريدون أن يقتحموا بيت المقدس، والمؤمنون فيه كل قد حافظ على دينه يريدون القتال في سبيل الله. وهم في ذلك الوقت قد تجمع بعض المسلمين، وكثيرون منهم قد تجمعوا في دمشق، يفكرون بالجهاد الآن ويريدون القتال، يريدون أن يتحصنوا مع بعضهم البعض، ماذا يصنعون، ماذا يفعلون؟ والمهدي في ذلك الزمان معهم. وهم في ذلك الوقت قد أذن الفجر ويصلون عند المنارة الشرقية في الجامع، كما قال بعضهم في الجامع الأموي الآن الذي هو موجود من الشام، قد الناس توافدوا لصلاة الفجر والمؤذن قد أذن: الله أكبر الله أكبر. في ذلك الزمان إما أنت من أهل صلاة الفجر، وإما أن تكون من أتباع الدجال والعياذ بالله، أو ربما تكون من أهل يعني النفاق والضلال. فإذا بالناس يتوافدون إلى صلاة الفجر، فإذا بهم يسمعون: أن الغوث قد جاءكم، أن الغوث قد جاءكم، يا أيها الناس، يا أيها الناس، أتاكم الغوث، أتاكم الغوث. فيقول الناس: ما الخبر، ما الخبر؟ فإذا بعيسى ابن مريم ينزل على أجنحة ملكين، الله أكبر، والناس تنظر: من هذان الملكين؟ فإذا بعيسى ابن مريم ينزل على أجنحة ملكين، الله أكبر، والناس تنظر: من هذان الملكان؟ ولم ينزلان الآن علينا؟ إن على أجنحتهم عيسى ابن مريم. قال الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أين الدجال الآن؟ في فلسطين، تحصن هو واليهود وأتباعه من الضلال المشركين الكفار، وبعض المسلمين في بيت المقدس يتزلزلون متحصنين في بيت المقدس، وجيش من المسلمين الآن في الشام في دمشق، ومعهم المهدي، وعيسى بن مريم قد نزل وأقام الناس صلاة الفجر. فإذا بعيسى بن مريم يدخل في الصلاة، فيقول المهدي لعيسى: تقدم، تقدم يا نبي الله. فيقول عيسى بن مريم: لا، أنت صلي بالناس، إمامهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإمامكم منكم. ينزل عيسى بن مريم رجل إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، جمان كاللؤلؤ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو، إني لأرجو أن يطال بي في العمر. فألقى عيسى بن مريم
قال فإن عجل بي موتي، يعني إذا مت قبل أن أجد عيسى بن مريم، فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام، فليقرئه مني السلام. الله أكبر، من هذا؟ إنه عيسى بن مريم يا عباد الله. الناس الآن كلهم فرحون، كلهم مستبشرون بعد الخوف الذي أصابهم، بعد الرعب الذي نزل، بعد الفتنة العظيمة التي جاءتهم من الدجال. طبعا كل 40 يوم هذه الفتنة، والمهدي لا يمكث في الأرض إلا 7 سنين أو 8، وكذلك عيسى بن مريم كلها سنوات قليلة معدودة. وبعد أن يصلي المؤمنون الفجر ماذا يصنع عيسى بن مريم؟ يقوم عيسى بن مريم في الناس فيأخذ حربته، أي يبدأ القتال في سبيل الله. من يقودهم؟ إنه نبي الله، إنه عيسى بن مريم روح الله وكلمته، فإذا به يبدأ القتال. عيسى بن مريم لا يحل لكافر يراه إلا ويموت، يذوب كما يذوب الملح في الماء. لا يحل لرجل كافر يجد نفسه إلا ويموت، إنه نبي الله. فأخرج المؤمنون يكبرون ويبدأ الجهاد في سبيل الله ويبدأ القتال. فيذهب عيسى بن مريم إلى فلسطين، وإذا بالدجال يسمع بالأمر، وإذا باليهود يريدون القتال، لكنهم لما يسمعون أن عيسى بن مريم مع المؤمنين يختبئون خلف الأحجار ويختبئون خلف الأشجار، ويبدأ المسلمون يقتلون فيهم حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله، فتعال فاقتله. الله أكبر، إنه الجهاد في سبيل الله، إنه القتال. وفي النهاية يرى عيسى بن مريم الدجال من بعيد، فيبدأ الدجال بالذوبان يهرب يريد الخلاص، ويبدأ يذوب ويذوب، لكن يسلط الله عز وجل عيسى على الدجال فيضربه ضربة برمحه فيقتله بها. الله أكبر، الله أكبر. قل جاء الحق، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ربما تكون يا عبد الله أنت في جيش عيسى، ربما تقاتل مع المهدي، ربما تقاتل في سبيل الله، ويكتب الله عز وجل نصر الإسلام على يديك. لمن يا عبد الله؟ تجهز. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. وبعد أن ينتصر المسلمون ويقتلون اليهود في مقبرتهم وينتشر الخير بين الناس، إذا بالله عز وجل يقول لعيسى: يا عيسى يا عيسى، إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم. لا تستطيع، لا أنت يا عيسى ولا غيرك لن يستطيع على قتالهم. يا عيسى حرز عبادي إلى الطور، حرز عبادي إلى الطور. يا عبد الله، آيات، آيات ربما نراها وربما نشاهدها. إلى متى يا عبد الله ما تعتبر؟ إلى متى تنتظر؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط الساعة كلها تقريبا قد وقعت يا عبد الله، لم يبق إلا هذه الكبرى التي أقولها لك الآن. تصور، ذكرنا الآن الدجال، وذكرنا المهدي، وذكرنا عيسى بن مريم. عيسى لا يمكث في الأرض إلا 7 سنين، لما رفع كان عمره 33 سنة، ثم يمكث في الأرض 7 سنين، أي يموت وعمره 40 عاما، وفي زمن عيسى يخرج أجوج ومأجوج ويموتون. إذن كل هذه العلامات الكبرى في سنوات قليلة يا عبد الله. ثم ماذا تنتظر؟ تنتظر اليوم الذي لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا بعيسى يخبر الناس: أيها الناس، أيها الناس، هلم معي، اذهبوا معي، سيروا معي. إلى أين؟ يخرجون إلى رؤوس الجبال، يذهبون إلى الجبال، يجلسون فيها، يتعبدون الله جل وعلا، يصلون ويسجدون ويركعون، يستغيثون بالله جل وعلا. تعرف من الذي خرج؟ إنهم قوم يأجوج ومأجوج، خرجوا ليفسدوا في الأرض. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. السد الذي بناه ذو القرنين
الذي بدأ ينفر وبدأ قوم يأجوج ومأجوج منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم يحفرونه، حتى قال النبي فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هكذا، وحلق السبابة مع الإبهام، أي بدأوا بالحفر وبدأوا بهدم السد في ذلك اليوم. وعيسى في الأرض ينتصر على الدجال، يخرج الله عز وجل يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا ظالمين. يخرج يأجوج ومأجوج في الأرض فلا يدعون فيها أخضرا ولا يابسا ولا إنسانا ولا حيا إلا سفكوا دمه وقتلوا من قتلوا وأكلوا ما أكلوا، حتى يأتون على بحيرة كاملة فيشربونها، فيأتي آخرهم لا يرى في البحيرة شيئا. أين المؤمنون؟ يستغيثون الله عز وجل على رؤوس الجبال. تخيلوا الرجال والنساء والأطفال كلهم قد تجمعوا على رؤوس الجبال، وعيسى بن مريم معهم، يدعون الله جل وعلا ويستغيثون ربهم جل وعلا، ولا يعرفون ما الذي يحصل في الأرض وما الذي يحدث. ويأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، لا يدعون شيئا إلا أفسدوه، ويفسدون في الأرض ويخربون ما يخربون. ثم يظن يأجوج ومأجوج أنهم قد قضوا على أهل الأرض جميعا، فيقولون بقي الآن أهل السماء، فيرمون سهامهم ونشابهم إلى السماء، فترجع السهام عليهم قد ملئت دما، فيقولون شوف انظر كيف يفتنهم الرب جل وعلا، يقولون قضينا على أهل الأرض ولم يبق إلا أهل السماء. ثم يبتليهم الرب جل وعلا بدود يسمى النغف، النغف دود يرسله الله عز وجل عليهم فيقتلهم جميعا، فرسا صرعا كنفس واحدة، كل يأجوج ومأجوج يموتون كموت رجل واحد، بأي جندي لم يرسل الله عز وجل عليهم جيشا ولا ملائكة ولا جنودا من السماء، بل يرسل عليهم دودا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا بهم يموتون. الآن عيسى بن مريم ما يدري ما الذي حصل وما يدري ما الذي جرى، فيقول للناس من ينزل، فيأتينا بالخبر، فيخرج رجل من خير الناس يومئذ، فينزل من الجبال ويأتي إلى الأرض فيرى الجثث متناثرة، ويرى الجيف، ويرى نتنهم قد يعني زهمهم، وقد أنتنت الأرض بجيف يأجوج ومأجوج، فيرجع مرة أخرى فيبشر عيسى بن مريم ويبشر المؤمنين، فينزل المؤمنون مرة أخرى وتضع الحرب أوزارها، وينزل المؤمنون مرة أخرى إلى الأرض فيرون الجثث ويحمدون الله جل وعلا. ثم يدعو عيسى بن مريم ربه، يعني يا رب خلصنا من هذه الجيف، من هذه الجثث، من هذا النتن، من هذه الرائحة. فيرسل الله عز وجل طيرا أعناقها كالإبل تحمل الجثث، تخيلوا المنظر، تحمل الجثث أمام المؤمنين، تحمل الجثث فترميها في البحار. ثم يرسل الله عز وجل مطرا من السماء ويغسل الأرض هذا المطر، ثم تخرج الأرض كنوزها وخيراتها، وينتشر الخير في الأرض، ويحكم فيهم عيسى بن مريم. في ذلك الزمان يكسر عيسى بن مريم الصليب ويقتل الخنزير، ولا جزية في ذلك الزمان، إما الإسلام وإما القتل. ويحج عيسى بن مريم إلى بيت الله، يحج إلى المسجد الحرام ويهل بالبيت، وإذا الخير ينتشر. ثم يموت عيسى بن مريم، ثم ماذا يحصل للناس؟ يرجع الشر مرة أخرى وينتشر الشر مرة ثانية، فجأة والناس يعيشون ويلتهون بدنياهم، يسمع الناس بأن هناك دابة قد خرجت عند الحرم في مكة، خرجت دابة. ما قصة هذه الدابة؟ دابة تتكلم، حيوان يكلم الناس،
ومعه خاتم سليمان وعصا موسى. تأتي هذه الدابة إلى الكافر إذا رأت كافرا فتخطمه بالخاتم فيتبين فيه علامة على أنفه أنه كافر، وإذا رأت مؤمنا جلت وجهه بالعصا. فإذا الناس يعيشون ويقولون للرجل يا كافر، ويقولون للرجل يا مؤمن، يا ويله من ختمت على أنفه بأنه كافر. ويا حسن وحسن الرجل وسعادة الرجل الذي جلت وجهه على أنه مؤمن. أي دابة هذه؟ وماذا يحصل في الكون؟ وأي نواميس يعيشها الناس؟ ما الذي يحصل؟ ما الذي يجري؟ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة تتكلم تقول للناس أنهم بآيات الله لا يوقنون، فتختم على هذا وتجلو وجه هذا حتى يقولون يعني من سرعتها أنها تجوب الأرض بلمح البصر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أما الآن العلامات التي سنذكرها هذه الآن خلاص على خراب العالم سوف تكون، وسوف تكون في النهاية الأخيرة، وهذه العلامات تكون على قرب ووشك النفخ في الصور. هذه لا نعلم ترتيبها ولكنني سوف أسردها لكم سردا. فجأة الناس ينظرون في السماء، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ حيوان يتكلم، بل الجماد يتكلم في آخر الزمان. ما الذي يحصل بين الناس؟ العلم ارتفع، المصحف قد ارتفع، بل أكثر من هذا وذاك يا عباد الله. يأتي على الناس في زمان الكعبة تهدم حجرا حجرا، بل هذا المسجد النبوي الذي ترونه اليوم يعج بالمصلين بالمعتكفين يأتي عليه زمان لا يدخل فيه إلا الكلاب والسباع، حتى يمر الرجل فيقول قد كان في هذه حاضر من المسلمين. ما الذي يحدث في الأرض؟ ما الذي يجري؟ يا عبد الله تدارك الأمر، يا عبد الله أسرع، إن لم تحج فحج، إن لم تعتمر فاعتمر، إن لم تزر المسجد الحرام فزره يا عبد الله، إن لم تحفظ شيء من القرآن فاعتكف على القرآن واقرأ القرآن. لا تكن كما قال الله عز وجل فيهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الكعبة ستهدم وكنزها سيخرج والمدينة ستهجر، والمسجد النبوي يأتي عليه زمان لا يصلي فيه أحد، ويخرج على الناس في السماء دخان فيه عذاب شديد. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان، مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. إذا رأى الناس هذا الدخان تعرف ماذا يقولون؟ كل الناس راح تؤمن، لكن هل ينفع الإيمان في ذلك اليوم؟ ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. تدارك نفسك يا عبد الله، علامات الساعة الكبرى إن ظهرت واحدة فإن البقية تتلوها بسرعة. بادروا بالأعمال، في تننك قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يوم من الأيام، يوم لم يمر بالدنيا يوم مثله. أتعرف أي يوم هذا؟ يوم يصبح فيه الناس في الأرض وقد طلعت الشمس من مغربها. لا إله إلا الله، أي يوم هذا طلع على الأرض؟ والله لو بكى الناس دما، والله لو خروا سجدا، والله لو فعلوا ما فعلوا،
فإن الله عز وجل قد أغلق باب التوبة عليهم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا رأى الناس هذا المنظر، ربما تكون الدابة في نفس اليوم، يعني ربما تكون الدابة أو طلوع الشمس أو هذه الأمور في نفس اليوم، في يوم واحد ربما يقع هذا كله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رآها الناس، أي رأوا الشمس طلعت من مغربها، طبعا الحياة مستمرة لا زالت، يقول: آمن الناس جميعا، لكن هل ينفع نفسا إيمانها؟ والله لو بكى الزنا، ولو تاب أهل المخدرات، ولو دمعت أعين أهل الربا، ولو سجد تاركو الصلاة، فإن الله لا يقبل توبة أحد منهم. قال الله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عبد الله، بادر بالتوبة من الآن. لا تقول: إذا رأيت هذه العلامات سوف أتوب. أقول لك: علامات الساعة الكبرى والله لن يثبت فيها إلا الصادقون، إلا المؤمنون حقا، إلا الذين دخل الإيمان في قلوبهم، إلا الذين خالط الإيمان نفوسهم، إلا الذين قرأوا القرآن وحافظ السنة. يا عبد الله، من الآن استعد، سوف يكون في آخر الزمان تسمع بخسوفات. نعم، خسوفات كثيرة وقعت في الأرض، لكن في آخر الزمان سوف تقع ثلاث خسوفات عظيمة، منها خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب. ما الذي يحدث؟ نواميس الكون تختل. ما الذي يجري؟ القوانين بدأت تختل يا عبد الله. ما الذي يحدث؟ الأرض تتبدل، الشمس تخرج من مغربها، الحيوانات تتكلم، الجماد ينطق، الدخان يخرج في السماء، الأرض تنخسف، الزلازل تكثر، الكعبة هدمت، المصاحف رفعت، الأرض لا يقع فيها، لا يوجد فيها حتى من يقول الله الله. المؤمنون قبضت أرواحهم، تخرج ريح من اليمن تقبض أرواح المؤمنين، لم يبق في الأرض إلا شرار الناس. يا ويل، يا ويل من لم تقبض روحه. إذن بقي مع شرار الناس، إذن بقي مع الذين سوف تقوم الساعة عليهم، بقي مع الشرار الذين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. يا عبد الله، تجهز من الآن. يا أخي الحبيب، أدرك نفسك من الآن، احرص على التوبة، احرص على القرآن، أكثر من الأذكار، استغث بالله، علم أولادك، علم أهلك، ذكرهم بما ذكرتك به الآن، أخبرهم أن الساعة قد اقتربت، أخبرهم أن القيامة قد أوشكت، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. عبد الله، أخبرهم أن الساعة قريبة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ثم فجأة تخرج على شرار الناس نار من اليمن، نار عظيمة تخرج ثم تسير في الأرض، ثم تجري في الأرض، نار تحشر الناس، تبعد الناس، تخوف الناس، والناس ينقسمون على طرق وأفواج، فوج راغبون، طاعمون، كاسون، راكبون، عندهم دواب، يسرعون يهربون من هذه النار. إلى أي جهة؟ طبعا النار تخرج من الجنوب، من اليمن، وتحشر الناس إلى الشام، تأكلهم أكلا، تحشرهم وتخوفهم إلى الشام، فيصرع الناس، منهم من عندهم المراكب والدواب، ومنهم فوج يمشون تارة ويركبون تارة، اثنان على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، يركبون تارة، هذا تارة يمشي وهذا تارة يركب، ويهربون، ربما يصيبهم شيء من النار لكنهم ينجون. وصنف تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم فتأكلهم النار، ثم يسيرون، ثم يسيرون إلى الشام. طبعا في ذلك اليوم لا في مصاحف ولا في صلاة ولا في عبادة،
ولا في أهل إيمان، ولا يقال في الأرض حتى كلمة الله لا ينطق بها في الأرض، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، فيهرب الناس ويهربون ويسيرون، فإذا بهم يجتمعون في أرض الشام في ذلك اليوم، يأذن الله عز وجل بنهاية هذه الدنيا وبنهاية التاريخ، بأن يقف الزمن وبأن ينتهي كل شيء، كل من عليها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا ويل من كان مع شرار الناس وشرار القوم، فتقوم الساعة على رأسه عبد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم ونافخ الصور قد التقم القرن، يعني مستعد متى يؤذن له فينفخ في الصور. يقول: كيف أنعم بعيش، وكيف يهنأ لي بال، وكيف يقر لي قرار، ونافخ الصور الآن مستعد لأن ينفخ في الصور عبد الله. هذه ذكرى وهذه موعظة. أنا أجزم بأن الساعة قريبة، وأنا أعلم أن الساعة قد اقتربت، فالقمر قد انشق، وأكثر العلامات الصغرى قد وقعت، وربما بعض العلامات الصغرى لن يقع الآن إلا مع العلامات الكبرى، ونحن الآن نستعد لنهاية التاريخ ولزوال هذا العالم. لا تجلس وتقول لي: إذن الآن أنتظر قيام الساعة ولن أفعل شيئا، بل اجتهد، بل كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال: إذا يعني كان بيد أحدكم فسيلة وسمع نافخ الصور ينفخ فليغرسها، أي ليفعل العمل الصالح، وبادروا بالأعمال. قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون، اعمل يا عبد الله، ولا تقل انتظر قيام الساعة، اعمل بطلب العلم، بالدعوة إلى الله، بالصلاة، بالعبادات، استعد يا عبد الله لقيام الساعة بالعمل الصالح، بطلب العلم، بنشر الخير، بل اعلم أنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا تقل: إذن بعد هذه المحاضرة ماذا نفعل وماذا نصنع، لما نعمل، ولما نتكسب، ولما نجتهد، ولما نطلب العلم، ولما ندرس، ولما نفعل، ولما نفعل. أقول لك يا عبد الله: بادر بالعمل، حتى ولو كانت الساعة ستقوم الآن، اعمل يا عبد الله، واجتهد، وتب إلى الله جل وعلا. إياك 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 أن تأتي هذه العلامات ولم تستعد لها، فإن أهل الجهاد ليس هم أهل الغناء والطرب، ليس هم الذين يتركون الصلاة ويهجرون القرآن وقل ذكرهم لله، ليس هم أهل الربا والزنا والخمور والفواحش. أهل الجهاد في سبيل الله هم الذين جاهدوا أنفسهم في سبيل الله جل وعلا، ثم قاموا ينصرون دين الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنصحك ختاما أن تعلم أولادك وأهلك وأحبابك والناس، تعلمهم ما قلت لك من هذه العلامات ومن هذه الأشراط، حتى يكون الناس على علم ويتجهزون، وإذا رأوا هذه الآيات وهذه العلامات ازداد إيمانهم وازداد يقينهم بالله جل وعلا، وازدادوا إيمانا بربهم تبارك وتعالى، ويستعدون، يستعد الناس من الآن بالتوبة وبالاستعداد للقاء الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أسأل الله جل وعلا انفعنا وإياكم بما ذكرت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.